بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في قناتنا. إذا نروح دائما مع الصفحة 14، نواصل تمارينات الرياضيات سنة ثانية متوسط. نروح لها التمرين رقم 8. لاحظوا، احسب العبارات التالية. إذا نحن نكتبوا هذه العبارات ونحسبوها. إذا نبدأ مع أ، عندنا أ يساوي 45 ناقص بين قوسين، لاحظوا 22 زائد 8. إذا الأولوية للأقواس. كنت نقول لكم في الفيديو الأول، إذا كان عندنا طرح وجمع، يعني عملية طويلة فيها فقط طرح وجمع، إذا نحن نحسبوا هذه العملية نحسبوها بالتسلسل. إذا كان عندنا ضرب وقسمة أيضا نحسبوا بالتسلسل، لكن إذا كان هناك اختلاط بين ضرب وقسمة وجمع وطرح، راح تكون أولوية للضرب وللقسمة. في هذه الحالة تاع الأقواس، الأولوية تاعنا تكون يعني للعملية هذه اللي جاية بين قوسين. إذا هنايا تولي عندنا 45 ناقص، ونحسب هذه الأقواس، 22 زائد 8 إذا 30، وتساوي 45 ناقص 30 تساوي 15. لاحظوا هنا 3 ضرب 17 زائد 3. إذا نبدأ بالأقواس، 3 تقعد هي رغم أنه عندنا ضرب، لكن بما أنه كاين أقواس إذا الأولوية للأقواس. نبدأ بالأقواس، إذا هنا 17 زائد 3 هي 20 وتساوي 60. لاحظوا هنايا 62 ناقص 8 زائد 3 ضرب 2. عندنا ضرب وعندنا طرح، لكن عندنا أقواس. نبداو بهذو زوج، تولي عندنا 62 ناقص، نحسب هذو 8 زائد 3 هي 11 ضرب 2. الآن بعد ما نحينا الأقواس، هنا رجعت عملية عادية ما فيهاش أقواس، لكن عندنا طرح وعندنا الضرب، إذا أولوية للضرب. إذا تساوي، خلو 62 كما هي، ندير ناقص ونحسب هذه 11 في 2 22 وتساوي، إذا 2 ناقص 2 4. الآن هذه دي 13 زائد 8 قسمة 7 زائد 3. إذا عندنا قسمة، عندنا الجمع، ولكن عندنا أقواس. إذا نبداو بهذو زوج، 13 زائد 8 هي 21 قسمة، هاي قسمة 7 زائد 3. نحينا الأقواس، الأولوية لمن؟ للقسمة، دائما أولوية القسمة والضرب. إذا تساوي ماذا؟ 21 قسمة 7 هي 3 زائد هذه 3 هذه وتساوي 6. الآن هذه 7 زائد 3 ضرب 8 ناقص 2، يلا تقعد 7 زائد 3 ضرب، نحسبوا الآن هذه 8 ناقص 2 هي 6. الآن عملية هاي لك طويلة، الأولوية للضرب، تولي عندنا 7 تقعد هي زائد 3 ضرب 18، تولي 7 زائد 18 وتساوي 25. الآن هذه 9.1 ناقص 4.3 ضرب 10، إذا أقواس. 9.1 ناقص 4.3، إذا 1 ناقص 3 لا أستطيع أستحفظ ثم أرد، 11 ناقص 3 8.9 ناقص 5 4 ضرب 10 وتساوي، إذا 8.4. هذه الآن 4 ضرب 7.1 ضرب 14 ناقص 9.5، وعندنا قوس هاهوليك. إذا داخل القوس راها عملية طويلة فيها ضرب وناقص، أولوية للضرب. هذه 4 ضرب، نحل القوس تاعي دائما، 7.1 ضرب 14 كم يساوي؟ نكتبها 14 ضرب 7.1، 1 في 4 4 1، 7 في 4 8 20، 7 في 1 7 والاثنين 9. اذا 4 9 9 1، اذا 9 هذه كامل، هذه هي 99.4 ناقص 9.5. نواصل العملية تاعي، هي 4، إذا 4 ضرب، نحسب الآن هذه بين قوسين، 80.9. إذا 4 ضرب 80.9، ونواصل العملية تاعي الآن مباشرة، 323.6، إذا 323.6، إذا هذه بالنسبة للجي.
الان اش عندنا 16 قسمه بين قوسين. لاحظوا هاو القوس، داخل القوس واش كاين؟ عندنا الضرب وعندنا الجمع وعندنا القسمه، وعندنا قسمه. يلا نحسب قبل هنايا واش كاين. تولي 16 قسمه، ونحسب هنايا نحل القوس تاعي. عندنا 5 ضرب 1.2، اذا جيني 10 دي 6 زائد، زيد نحسب هذه 3، اذا تساوي 16. هذه 16 قسمه، نحسب الان 6 زائد 3 قسمه 9، عفوا 2 هنا، 6 قسمه 3 يساوي 2، اذا 8. 16 قسمه 8 ويساوي 8، اذا تساوي 2. جيد، هذه هي ان شاء الله تكون حسبتوا معايا. جيد، الان نروحوا للتمرين، لنقول التمرين رقم 10. اظهر الاقواس في المكان المناسب بحيث تكون كل مساواه مما ياتي صحيحه. اذا هذه عندنا مساواه، نحتاج فقط الى وضع الاقواس. لاحظوا هنا 8 زائد 5 ضرب 2، اذا باش نصلوا 26. اذا هنايا حندير 8 زائد 5 بين قوسين، 8 زائد 5 بين قوسين يعني هي 13 كي نضربوها في 2 نصيبو 26. اذا الاقواس تكون بهذه الطريقه. هنايا الان يساوي صفر، هنا صفر. لاحظوا نديرو اقواس هنا، 12 ناقص بين قوسين 9 زائد 3. اذا نبداو بالاقواس، 9 زائد 3 12، 12 ناقص 12 يساوي صفر. اذا الاقواس يجوا هنا. الان هذه غنصيبو 27، 27 لاحظوا نديرو القوس هنا، 9 ضرب، اذا 7 ناقص 4 هي 3، 7 ناقص 4 هي 3، 9 ضرب 3 يساوي 27. الان هنا غنصيبو 90، اذا وين نديرو الاقواس؟ 3 ضرب 12 زائد 2 14، نديرو هذه بين قوسين، نشوفو هذه بين قوسين، تولي 2 ضرب 5، 2 ضرب 5 10، 14، وهذه 3 14 ماشي 90. لو كان نديرو قوسين هنايا تولي 3 ضرب 4 12 زائد 2 14، 14 في 5 نحاولوا نديروا الان هادو زوج، عندنا 3 ضرب 4 زائد 2 ضرب 5، اذا بين قوسين نشوفوا 4 زائد 2 هي 6، 3 ضرب 6 18، 18 ضرب 5 ربع، نعم اذا الاقواس يجوا هنا. اذا 3 نبداو بالاقواس، اذا تولي 3 ضرب، نبداو بالاقواس 4 زائد 2 6 ضرب 5. الان نديرو بالنظام، عندنا 3 ضرب 6 18، و 18 ضرب 5 يساوي 90، اذا الاقواس يجوا هنا. جيد، الان نروحو تمرين رقم 11. يلا نروحو تمرين رقم 11. رقم 9 في الحق ما عجبنيش، هذا كنعطيكم التمارينات لي يعني لي يفيدوكم احسن. عندنا هنايا احسب ذهنيا اي يساوي 17 ناقص 9 زائد 8، نبداو ب 9 زائد 8، 9 زائد 8 17، ومن بعد نديرو 17 ناقص 17 يساوي صفر. بي 3 ضرب 8 زائد 7، نبداو ب 8 زائد 7، 8 زائد 7 15، 3 في 15 30، نحسبو معايا ان شاء الله نكون صحيحة. الان هذه 32 ناقص 24 زائد ناقص 8، اذا نبداو دائما بالاقواس، 24 ناقص 8 16، 32 نقصوا منها 16 شحال تعطينا؟ تعطينا 16، إذا هنا 16. الآن هادي
نبدأ بهذه الأقواس وبعد نزيدوا هذه الأقواس ونكمل ونديروا العملية ناقص بيناتهم. إذا هذه الأقواس عندنا 18.5 ناقص 3.5 دينا 15، هنا تعطينا 15، 5 ناقص 5 صفر، 18 ناقص 3 15 يعني 15، وهنا 9 ناقص 4 5، إذا 15 ناقص 5 10، إذا دي تساوي 10. هذه الآن 7 ناقص 3 وهنا 2 زائد 2، يلا 7 ناقص 3 4 و 8 زائد 2 8، يعني 4 ضرب 8 يساوي 32. الآن هذه نروح الأقواس، يعني في العمليات سلسلة العمليات بالأقواس نبدأ دائما بالأقواس اللي راهم داخل في الأقواس. هنا عندنا 4 زائد 6 10، تولي عندنا 10 ضرب 2 زائد 5. إذا ترجعنا لهنايا في هذه الحالة، ترجعنا الأولوية للضرب، صحيح نحينا الأقواس رجعتنا 10، هنا تولي 10 ضرب 2 اللي هي 20 أولوية للضرب، إذا 10 ضرب 2 20 زائد 5 25، إذا F 25. جيد، الآن جد هنية نرتبة مقدار كل نتيجة، إذا راح نحوصو رتبة مقدار كل نتيجة. إذا هنايا طونا نحوصو على رتبة مقدار ونحسبو ذهنيا. طبعا رتبة مقدار هي يعني رتبة يعني نتيجة غير صحيحة، يعني رتبة غير صحيحة مليئة بالمئة، فقط باش تسهل لنا عملية الحساب، يعني نحاولوا أننا نقربوا الأعداد تاعنا لعدد آخر يسهل لنا عملية الحساب. مثلا هنا 60.8، 60.8 من الأحسن أننا نقربوها مباشرة إلى 60، مباشرة إلى 60. أو حنتقولوا لي 60.8 راهي قريب تكون 61، يعني قريب نلحق 61، لكن من الأفضل أنكم ديروا 60 يعني باش تسهل عليكم العملية. نفس الشيء هنا 39.9 راها قريبة ل 40، هنا راها قريبة ل 40، يعني رتبة مقدار ديروا يعني العدد الأقرب، الأقرب يعني ما تبعدوش بزاف، الأقرب لهذا العدد باش تسهل عليكم فقط عملية الحساب. هنا 51.02 قادرين تقولوا لي راهي نقدروا نديروها 51، نخلوها 51، لكن من الأفضل باش تسهلوا على روحكم ديروها 50، 51 هي قريبة ل 50، تولي عندنا هنا 60 زائد 40 زائد 50. 60 زائد 40 100 زائد 50 150، لا ناقص، ناقص هنا، إذا 60 زائد 40 100 ناقص 50 50، ناقص هنا، إذا 50. هنا ب 49.7، 49.7 راهي تقريب 50، هنا راها قريب 50، هنا 4.8 راها قريب 5، 5 وهنا 5.9 راها قريب 5.9 نقولوا 6، هي قريب نحقوا 6، تولي عندنا 50 زائد 5 ضرب 6، إذا أولوية للضرب، 5 ضرب 6، 5 ضرب 6 هي 30، و 50 كي نزيدو لها 30 نصيبو 80، فهمتوا؟ دونك 50 زائد 5 ضرب 6 أولوية للضرب قلنا، إذا 30 تولي 50 زائد هذه 30 هي 80. الآن هذه 988 نقربوها للألف، تولي عندنا 1000 قسمة 5 زائد 79.8 نقربوها لـ80، إذا 1000 قسمة 5 زائد 80 أولوية للقسمة، 1000 قسمة 5، 1000 نقسموها 5 تعطينا 200، 200 كي نزيدو لها 80 تولي 280، إذا 1000 قسمة 5 هي 200، 200 نزيدو لها 80 هي 280. هنا الآن هادي دي عندنا 75.3 ناقص 65.4 ضرب 40.2، إذا 75.3 نقربوها لـ80، راهي قريبة 80، ما ديروش 75 ديروا 80 احسن باش تسهل عليكم، قلت لكم دائما حاولوا انكم تسهلوها على روحكم. اذا عندنا 80 ناقص 70، هذه 65.4 قريبه ل 70، اذا 80 ناقص 70 ضرب 40، 40.2 تبقى لنا 40، هي قريبه 40، تولي 70 ناقص 70 ناقص عفوا 80 ناقص 70 هي 10، 80 ناقص 70 10، 10 ضرب 40 هي 400، 400 إذن هذه 400.
الان او هادي عندنا 9.7 راها قريبه 10 ضرب 4 تقعد هي ضرب 107.9 هنا 107 107 نديروها 110 هذه 110 ناقص 8 تقعد هي ناقص 8 نعاودها هذه 10 بالتقريب ضرب 4 ضرب 110 ناقص 8 نروحوا للاقواس هي الاولى 110 ناقص 8 تولي 102 يعني 10 ناقص 8 2 102 وهنا عندنا 10 ضرب 4 40 ضرب 102 نحسبوها إذن 4080 هنايا 4080 إن شاء الله تكونوا فهمتوني لأن أنجز حيث العملية هذه السابقة كامل ديروهم بالآلة الحاسبة وتشوفوا لتلقاو النتيجة هي هي ما تنساوش دائما الأولوية للأقواس وكي تحلوا الأقواس الأولوية للضرب والقسمة وإذا كان عندكم فقط الجمع والطرح ديروا فقط بالترتيب يعني نجمعوا الأولى ونقسموا نقصوا الثانية ونجمعوا إلى آخر إذن هذه هي أطفال خليكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.